السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 11 فبراير 2024، نهار الجمعة. كانت واحد الشتوى ما شاء الله اللي كانت في المغرب كامل تقريبا، وهنا في المنطقة ديال الحوز. فالحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. يعني راه الناس كانت كتسنى هاد الشتوى هادي، وكانت كتسنى هاد الغيث اللي من عند الله. حاليا البيدان عامرين. البارح كنت دايز، يعني كنت فاش كنت جاي في الطريق لقيت في واحد الواد اللي جاي نورمالمون من أغمات، كان حامل وكان جاي معاه واحد الطوموبيل، وجاي معاه بزاف د الحوايج، والحمد لله على لطف الله. أهم حاجة هو بأن ما كانش خسائر يعني ديال أرواح. يعني هاد الطوموبيل كانوا قالوا غنستاسونيها تما، كانت يعني ما كانش خسائر يعني جسديه كما كيقولوا، لا يعني يكون شي موت ولا يكون شي حاجه. الحمد لله على لطف الله، والناس تمتعات كما كنقولوا. الحمد لله دابا راه الناس السواقي اللي نورمالمون داز فيهم الماء، راه داز فيهم الماء، واللي ريبهم الواد راه الناس باقيين خدامين فيهم باش كيقادوا هذوك السواقي، باش يطلع الماء ديال الواد، يطلع لهذوك السواقي باش الناس تسقي. حيث الماء الواد فاش جا بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف، وواحد القوة اللي ريبات هذوك المداخل ديال السواقين اللي نورمالمون كيدوزو للدوبر. سيغتو مثلا حنا عندنا هنا، فالبارح كنطلع واحد شوي كانت الماء، وراه باقي خدامين دابا لحد الآن، باقيين خدامين كيحاول باش يطلعوا الماء. على العموم بغيت نوريكم الحامض، هذا لو سيترون، غنوريه لكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. غادي نديكم إن شاء الله دابا، غادي ندير فيديو واحد وغادي ندير لكم فيه، نديكم يعني تشوفوا يعني حتى واحد الشجره اخرى اللي هي مزهره بواحد الطريقه ما شاء الله. ولكن في نفس الوقت بغيت نوريكم هذه اللي هي، غتلاحظوا معايا هذه سي كات سيزون. لاحظوا معايا الحمض، ولاحظوا معايا ها الحمض باقي صغير، وغتلاحظوا معايا الازهار حتى هي. ملي كنقولوا كات سيزون راه كتكون سيزون وحده، كتكون يعني موسم واحد اللي كيكون فيه الحامض كثير، موسم واحد اللي كيكون فيه الحامض كثير. ولكن كيبقى الحامض ما كيتقطعش من الشجره، كيبقى ديما كتبقى الشجره محمله، دونك الحمد لله. دونك هذه الحامضه اللي بغيت نوريكم، يعني ما شاء الله. هادو معايا، هذه الشجره الثانيه حتى هي ديال السيترون، ها هي ما شاء الله حتى هي مزهره. هذه كانت كليت العصا بالعطش، ولكن حاليا ان شاء الله غادي تبدا يعني ان شاء الله غادي تحيا، وباذن سيدي ربي غادي تولي يعني من هنا لقدام غتكون شجره ممتازه. هاد الشجره هادي حتى هي كانت كتعطي الانتاج كثير، ولكن الحمد لله على كل شيء كانت كتعطي الانتاج كثير. كليت العصا بالعطش، كما كتلاحظوا حتى هي راسي لا ميم شوز، نفس الشيء. غتلاحظوا هنا غادي يبان لكم حمض اللي هو ممكن انه يتخاد، حمض اللي جاي، والازهار ديال الحمض في نفس الشجره. بقاو معايا، قولوا معايا ما شاء الله هاد الشجره، وغتلاحظوا معايا الازهار ما شاء الله. لاحظوا معايا ورا النحل خدام ما شاء الله، يعني جميله جدا. شوفوا الحقيقه رائعه. هذه هي سيترون، ماشي 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 الحمض البلدي. لاحظوا معايا ما شاء الله، النحل خدام عليها. عرفت واحد الرائحة من حدا، زعما رائحة ممتازة جدا. على العموم حتى النحل هنا راه غيبان لكم الأصناف ديال النحل اللي كاينين هنا عندنا. مثلا هادي النحلة، ولكن كاين الصنف الاخر اللي هو نورمالمون النحل
اللي لو كور ديالها كيكون كحل هو اللي كان عندي، هو اللي كانت عندي الخلية ديالو، مي مالوغوزمون مع الأسف. نوريها لكم، نحاول ما امكن باش نوريكم النحله. على العموم وراه ماشي غنحل بوحدو اللي كيلقح، راه كاينين بزاف ديال الحشرات اخرى اللي كتلقح. راه قبيله كيفاش كنت كنصبر كيبان لكم ان بابيون، داك الفرطوط نسيت لو نون ديالو، راه كان حتى هو راه كيلقح. يعني هادو كلهم كيلقحوا، هاد الحشرات كلها كتلقح. النحال سي فغي النحل هو ها هو ولا هذا فوالا، هذا حتى هو راه كيلقح. ايوا الحمد لله على كل شيء. دونك انا عجبتني هاد الشجيره وقلت نجي نصورها لكم ونتقاسم معكم هاد اجمل اللحظات اللي لقيتها. ملي كتجي كتلقى مثلا الشجره ديالك ما شاء الله، يعني فوالا الحمد لله على كل شيء. بون بالنسبه لي انا باش نشرح لكم، راه انا كنت دير الكوتا كوت، يعني دير الكوتا كوت ديرها اوتوماتيك، والحمد لله بور لانستون سوي ساتيسفاي. وكنتمنى ان الغالبيه ديال الاخوان اللي كيسقيو انهم يلتجؤوا للكوتا كوت عوض يلتجؤوا للسقي بالربطه، باش حتى المياه ولا حتى الماء اللي باش ما يبقاش يضيع الماء، اون كيلكو سورت باش ما يبقاش يضيع الماء، لان كنعرفوا الربطه راه كتضيع الماء، الربطه راه كتضيع الماء. المهم هذا هو الفيديو اللي بغيت نتقاسم معكم، نوريكم الحامض وصلت يعني بهذا الشيء اللي كاين. يلا السلام عليكم، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.